الجيش السوداني ينفي قصف أم درمان ويتهم قوات الدعم السريع بالتضليل لتغطية انتهاكاتها. قبل يوم من الاجتماع، السودان يوقف تعاونه مع مبادرة إيجاد، وأريتريا تصف المبادرات بالبزارات. بعد 3 أيام على فرارهم، القوات الخاصة الأردنية تقتل إرهابيين على صلة بمقتل ضابط ورجال أمن. مجلس النواب الليبي يناقش غدا قانون الانتخابات وتأكيد تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة للإشراف على الانتخابات. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. بعد اتهامات للجيش السوداني بتنفيذ غارة في أم درمان أدت لمقتل 22 مدنيا يوم أمس، نفى الجيش في بيان له قبل قليل تنفيذ أي غارة جوية مع أهداف في أم درمان يوم أمس، متهما قوات الدعم السريع بممارسة التضليل الإعلامي لتغطية انتهاكاتها. أضاف بيان الجيش أن قوات الدعم السريع تقصف المناطق السكنية بالتزامن مع تحليق طائراته. وأكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة عثمان عودة الهدوء إلى مدينة أم درمان بعد المعارك التي شهدتها المدينة يوم أمس، كما سجلت مدن الخرطوم وبحري تراجعا في حدة المواجهات بعد تعرضها لقصف مدفعي مكثف في عدة أنحاء بالعاصمة، بالإضافة إلى عمليات نوعية للجيش في مناطق محيطة وتحليق للطيران. أضاف والي الخرطوم أن الأوضاع الأمنية تشهد تحسنا في ظل تقدم قوات الجيش، داعيا الأهالي إلى العودة للمناطق الآمنة لمنع السرقات والنهب. بحث وفد سوداني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي المبادرات المطروحة لحل الأزمة في السودان. نقل عقار عن الرئيس الأريتري أن المبادرات الجارية بشأن السودان عبارة عن بزرة سياسية لا يمكن لأريتريا المشاركة فيها، مضيفا أن التدخلات الخارجية في الشأن السوداني تزيد الأزمة تعقيدا. من جانبه قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إن قوات الدعم السريع تمردت وعملت على تنفيذ انقلاب عسكري بعدما أدركت أنه لا سبيل أمامها إلا الدمج في القوات المسلحة. قال بحسب ما نقلت الخارجية السودانية أن يقظة الجيش السوداني أفشلت مخطط الانقلاب والتمرد الذي أدى لعدد من الأزمات الإنسانية بالعاصمة الخرطوم وبعض ولايات دارفور. أشار إلى أن الدعم السريع لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في منبر جدة من إخلاء المنازل والمستشفيات وفتح الممرات الآمنة، كما أوضح أن تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي يصعب من قبول أي مبادرة لا يتم مشاورة الحكومة السودانية بشأنها. الصادق شدد على عدم تعاون حكومته مع مبادرة الإيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا من رئاسة اللجنة الرباعية لجهة عدم حياديتها حيال الأزمة السودانية. كما اتهم المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرت بتعقيد العمليات السياسية عبر عمله مع أحزاب بعينها وإقصاء أحزاب أخرى، مشيرا إلى أنه ترك مهامه الأخرى وانشغل بالعمليات السياسية.
هذا وتنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدا اجتماعات اللجنة الرباعية الإيجاد المتعلقة بالأزمة السودانية. أكدت مصادر مشاركة واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والسعودية في الاجتماعات. من جانبها أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وصول وفد من القوى المدنية إلى العاصمة أديس أبابا ضمن زيارات إقليمية للوفد بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في البلاد. نافذة فتحها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي لحل النزاع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لوقف الحرب الدائرة. هذا المخرج الدبلوماسي سيمر عبر خطة الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد التي تنص على إجراءات لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين، وتتوائم مع مخرجات محادثات جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين ممرات إنسانية. تضم اللجنة الرباعية للإيجاد وزراء خارجية كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي. ورغم تأكيد المصادر بأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والسعودية سيشاركون في الاجتماعات، إلا أن البرهان ما زال يرفض عقد أي لقاء تحت مظلة الهيئة الإفريقية في ظل رئاسة كينيا للمنظمة، فيما أكدت الخارجية السودانية رفضها لمقترحات الإيجاد رغم ما تشكله كإطار مناسب للحل وسط احتدام المعارك بين الطرفين بحسب المراقبين، مضيفين أن هذا المخرج الدبلوماسي ربما يكون فرصة لتفادي قرار دخول قوات دولية للفصل بين القوتين المتصارعتين لعدم التزامهما ببنود وقف إطلاق النار في مفاوضات جدة. في الأثناء وصلت قوى سياسية ومدنية العاصمة أديس أبابا للمشاركة في مباحثات التسوية، وتضم قادة من الحرية والتغيير وممثلين لحركات سلام جوبا والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. من القاهرة انضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان مرغني، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. طرف أصيل في الصراع الحاصل في السودان وهو الجيش لن يشارك في مباحثات أو اجتماعات الإيجاد رغم أنه سيكون هناك مشاركة أو حضور من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والسعودية أيضا سيشاركون في هذه الاجتماعات. كيف سيكون تبعات عدم مشاركة الجيش على أي مقترح أو خطة تخرج من الإيجاد، وكيف سيكون تبعاتها على المحاولات الجارية لإنهاء الصراع الحاصل في السودان؟ الواضح تماما الآن أن الجهود العالمية بدأت تتركز وتقوى وتدفع في اتجاه التسوية السلمية، وقد كانت في البداية تمر عبر منبر جدة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ولكن الآن هناك تركيز على التفاصيل التي وردت من جانب الجانب الأفريقي، الشركاء الأفارقة، الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وكانت هناك مبادرة لعقد اجتماع على مستوى قيادي بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، لكن واضح تماما أن هذا الخيار غير عملي وغير قابل للتنفيذ على الأرض، فأصبحت هناك نظرة وتطلع لمبادرة تأتي من منظمة الإيجاد وليس مجرد خارطة الطريق التي طرحت وسط منظمة الإيجاد والتي أحيلت إلى لجنة رباعية. ما فهمته اليوم من الخطاب الذي من متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك تركيز من جانب الأمم المتحدة الآن على منظمة الإيجاد لصناعة الحل، وهو قال أن التدخل الذي تقوم به منظمة الإيجاد وتدخل قوي، معنى ذلك أن الأمم المتحدة الآن تضع. أستاذ عثمان
فقدنا الاتصال، ربما نحاول العودة لضيفي بعد قليل. إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعد نواصل هذه النشرة. مجلس النواب الليبي يناقش غدا قانون الانتخابات. الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسير الشغل، هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرقوا أنفسهم، الحوار مفقود بين السلطة وبقية المجتمع. هل نحن أمام بو عزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة. نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج. هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي زعامة حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم. عدد من الصحفيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. بدأ التي ذكرها الرئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن، وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس. حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم. قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن إيطاليا أبلغت حكومته برفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات. أضاف الدبيبة أن استئناف الرحلات الجوية سيكون في سبتمبر المقبل. رحبت فرنسا بقرار المجلس الرئاسي الليبي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة. قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إن القرار يضمن توزيعا عادلا وشفافا للموارد الوطنية لصالح كل الشعب الليبي، معتبرة أن هذه الخطوة ذات أهمية لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية. أكدت السفارة دعم باريس المستمر للحلول الليبية وتمسكها بسيادة ليبيا. كان المجلس الرئاسي الليبي أصدر قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي رئيس المجلس، بينما سيكون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحاب بن قدارة نائبا له في هذه اللجنة. كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي عن اتصالات مكثفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، مؤكدا أن حوارا في مجلس النواب سيجرى غدا في بنغازي. الآن يعني هناك اتصالات مكثفة ما بين المجلسين حول إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي التي سيقوم بها مجلس النواب بالدرجة الأولى وهو اعتمادها والمصادقة عليها بعد النقاش والحوار الذي سيجرى يوم الاثنين القادم إن شاء الله في جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أنه سيتم بحث تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا لتشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. بعد ذلك سيتم الحديث مع مجلس النواب يعني بخطوات يعني رسمية إجرائية، وذلك لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، وذلك من أجل أن تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقدم الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك تقوم بتأمين مراكز الاقتراع
في كل أنحاء ليبيا، وذلك من خلال وزارة الداخلية التي تتبع الحكومة الجديدة بعون الله، وكذلك حتؤمن أيضا المفوضية العليا كإدارة عامة، وكذلك الفروع في طرابلس وبنغازي وسبعة. أزمة الأزمات في ليبيا هو انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة على القانون، اللي نقول عليها نحن في ليبيا الميليشيات المسلحة التي لا تتبع الجيش ولا تتبع الداخلية ولا تتبع أي جهة من الجهات العامة. هذه طبعا مشكلة يعني موجودة في البلاد، ولكن هناك اتصالات حقيقة يعني بعدة شخصيات لها تأثير في البلاد على هذه المجموعات أو على غيرها، من أجل أن تكف هذه المجموعات المسلحة للتدخل في العملية الانتخابية. من القاهرة انضم إلينا نائب رئيس تحرير موقع بوابة إفريقيا الإخبارية حسين مفتاح، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أبدأ معك من هذه التصريحات للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي الذي يتحدث عن تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا لتشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. هل يمكن فعلا لمجلسي النواب والدولة أن يتجاوزا كل الخلافات وفعلا يشكلان حكومة أو يعملان على تسهيل تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات وفعلا تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة ضحى بيك وبالمشاهدين الكرام. طبعا الإصرار مجلسي النواب والدولة على اتخاذ هذه الخطوة وهي تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، أعتقد أنه سيترتب عليه مشاكل كثيرة، لا سيما في ظل وجود حكومة في طرابلس برئاسة عبد الحميد بيبة، حكومة الوحدة الوطنية، وإصرار هذه الحكومة على عدم التسليم لأي سلطة تنفيذية ما لم تكن منتخبة، وهذا طبعا شرط، أعتقد أنه شرط تعجيزي غير قابل للتنفيذ، ولكنه يمثل عقبة أمام أي حكومة أخرى يتم اختيارها. وقد فشلت فيما سبق حكومة الاستقرار برئاسة فتحي بشاغة في الدخول إلى العاصمة طرابلس في أكثر من محاولة لاستلام مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس. وأعتقد أن أيضا الظروف الدولية، لا سيما بعض الدول التي تقف وراء عبد الحميد البيبة وحكومة الوحدة الوطنية، أيضا تختلف مع مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الاتجاه، وهو ما أكده المبعوث الأممي عبد الله باثيلي في إحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن، عندما اعتبر أن تشكيل أو إصرار المجلسين على تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية ضمن النقاط الخلافية، أو أضافها إلى النقاط الخلافية في مسودة قوانين الانتخابات التي قدمت من لجنة 6+6، وهذا ما يعني بالضرورة أن هذه الخطوة ستعقد الأمور أكثر وستستبعد أمد إجراء الانتخابات أو المضي قدما في سبيل إجراء الانتخابات، لأن هذا تحدي سيكون تحدي كبير أمام هذه السلطات سواء كان مجلس النواب أو مجلس الدولة، وقد يستهلك مزيد من الوقت، وهو ما يستبعد أي سيناريو حقيقي لإجراء الانتخابات في الأمد القريب أو في أجل محدد كما يحاول الجميع الوصول إليه. نعم، مع استبعاد أي سيناريو فعلا للوصول إلى إجراء انتخابات، ما الهدف من هذه الاجتماعات إذن، وما الهدف من إصرار مجلسي النواب والدولة على خطوات كهذه في ظل اعتراض متوقع من حكومة الدبيبة كما أشرت؟ هو للأسف أن المنطق يفرض أن تكون هناك حكومة تبسط سيطرتها بالكامل على البلد وتكون صادقة في إجراء الانتخابات، فهو مطلب منطقي ومطلب أعتقد لا خلاف عليه، لكنه ضمن الظروف الحالية صعب التحقيق. للأسف أن البعض يتهم حتى مجلس النواب ومجلس الدولة بعدم الجدية في المضي قدما من أجل الانتخابات، لأن بكل بساطة إجراء الانتخابات يعني نهاية
كل هذه الأجسام. فقد سبق في أكثر من مناسبة أن وصل المجلسان لاتفاقات على الكثير من النقاط الخلافية وعلى الكثير حتى من الواجبات المشتركة بين المجلسين، مثل تكليف المناصب السيادية واختيار المناصب السيادية وتكليف من يرأسها. وأضاع المجلسان وقت طويل في حوارات مشتركة من أجل التوافق على المناصب السيادية، ولكنهما لم يتقدمان في هذا المسار. أيضا بالتوازي مع ذلك، في المسار الدستوري سبقت لجنة 6+6 التي نتحدث عنها الآن، والتي خلصت إلى مسودة قوانين انتخابية رئاسية وبرلمانية، لجنة 13+13 وهي بذات الاهتمام وذات الاختصاص، وهو المسار الدستوري. فدائما ما يسلك المجلسان مسالك طويلة يبدو أن الهدف منها ليس الوصول للانتخابات، أو على أقل تقدير الوصول إلى الانتخابات بعد زمن طويل، وهذا من أجل الاستمرار وبقاء المجلسين في السلطة. وهذا ما يشتركان معه حتى مع السلطة التنفيذية التي يختلفان معها بينيا، سلطة حكومة الوحدة الوطنية. حكومة الوحدة الوطنية أيضا تصر على الاستمرار في طرابلس، والمجلسان أيضا يصران على الاستمرار في المشهد دون ما يكون هناك توافق مباشر بين هذه الأطراف الثلاثة. شكرا جزيلا لك. للأسف انتهى الوقت. كنت معنا من القاهرة نائب رئيس تحرير موقع بوابة أفريقيا الإخبارية حسين مفتاح، شكرا جزيلا لك. في حديث خاص مع الحدث، أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن العمل جار بشكل مكثف على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وأشار إلى أن روسيا ستبلغ رؤساء الدول عند الانتهاء لتحديد تفاصيل وتاريخ لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد. قال لافرينتيف إن هناك مصاعب محددة في طريق تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، من بينها التواجد العسكري التركي في الأراضي السورية. ربطت صحيفة جيروسلم بوست بين المضايقات الروسية الأخيرة للطائرات الأمريكية في سوريا والدعم الأمريكي للهجوم الأوكراني المضاد. قالت الصحيفة إن روسيا قررت تكثيف اعتراض المسيرات الأمريكية التي تحلق في شمال غرب سوريا، فيما يستمر تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، خاصة في ظل التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على تسليم قنابل عنقودية لأوكرانيا قريبا. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميلة نور الحصني هنا في غرفة الأخبار. إليك نور. شكرا لك ضحى. سلوك روسي وصفته صحيفة جيروزاليم بوست بالعدواني ضد المسيرات الأمريكية في سوريا. الصحيفة قالت إن المضايقات الروسية للطائرات الأمريكية في شرق سوريا مرتبط برؤية موسكو لسوريا على أنها نقطة ضعف للسياسة الخارجية الأمريكية ومكان لزيادة وتيرة المواجهات مع واشنطن. ونقلت جيروزاليم بوست عن مسؤول رفيع المستوى في سلاح الجو الأمريكي قوله إن واشنطن أرسلت طائرات مقاتلة من طراز F-22 إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى تعرض القوات الجوية الأمريكية لحادث مؤخرا في البحر الأسود نتج عن مناورات قامت بها مقاتلات روسية. وفي الخامس من الشهر الحالي أظهر مقطع فيديو طائرات مقاتلة روسية تضايق مسيرات أمريكية في شمال غرب سوريا. نتابع. الصحيفة الإسرائيلية قالت إن التصعيد الروسي ضد الولايات المتحدة في سوريا خيار سهل، خاصة أن المسيرات مثل ريبر لا تطير بسرعة كبيرة مقارنة بالطائرات المقاتلة الحديثة، كما أنها تفتقر إلى أنظمة تحذير المقاتلات.
ولمنطقة شمال غرب سوريا وضع معقد، حيث تسيطر عليها مجموعات متطرفة، بعضها مرتبط بهيئة تحرير الشام في إدلب والبعض الآخر مرتبط بتركيا، كما تأوي المنطقة العديد من النازحين السوريين. وتقول واشنطن إن عناصر داعش وآخرين مرتبطين بالقاعدة يعيشون في شمال غرب سوريا، وإن طائراتها كانت تنفذ مهاما ضدهم عندما اقتربت منها الطائرات المقاتلة الروسية. نعود إليك ضحى. شكرا جزيلا لك نور على هذه المعلومات والتفاصيل. وهذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تبحث منح السلطة الفلسطينية تسهيلات وامتيازات اقتصادية، ووزير المالية يعارض الخطة. قائمة الممنوعات التي تكاد لا تنتهي ضد النساء في أفغانستان، أحلام دمرت على أبواب الإمارة. المرأة تمنع من حقها في التعليم والعمل. حقوق دسترسي بتعليمات، حق دسترسي بتعليم وتربية، حق دسترسي بكار. هل تريد طالبان أن تعود إلى ماضيها القمعي؟ وكيف تغيرت حياة النساء في أفغانستان منذ عودة طالبان؟ الحياة السرية للنساء في أفغانستان، مهمة خاصة، السبت 9:30 على شاشة العربية. مما طلعناه من دم عراقي مهدور إلى الشهداء والجرحى. أهلا بكم. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل 3 مطلوبين بقضايا إرهابية أثناء مداهمة بالقرب من الشريط الحدودي جنوب الشرقي للأردن. أشارت أن المحكومين تمكنا من الفرار من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وتواريا عن الأنظار قبل أيام. وأثناء المداهمة جرى الاشتباك مع المطلوبين بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية، مما أدى لمقتل المطلوبين جميعا بحسب الأمن العام الأردني. والشخص الثالث كان مطلوبا في خلية الحسينية التي قتلت العميد عبد الرزاق الدلبيح، إضافة إلى عدة قضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد الفرينة من مركز الإصلاح والتأهيل أيضا. هم إرهابيون كانوا في موقفين في مركز الإصلاح، بعد هروبهم تم هناك ملاحقتهم من قبل الأمن العام. هؤلاء الثلاث مطلوبين الذين فروا من سجن الموقر هم مطلوبين، وكانوا كما تحدث بيان الأمن العام أنهم من المطلوبين الخطيرين المحكومين بقضايا إرهاب. هؤلاء الأشخاص هم من قاموا بقتل الضابط الدلابيح في منطقة الحسينية قبل تقريبا أشهر، وأيضا كان هناك بعد مقتل الضابط كان هناك مداهمة لمنزل أحد الأشخاص المتهمين بمقتل الضابط. أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيل حمل السلاح ومنع مصادرته من مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح. واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة. من جانبه توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي بقتل أو سجن أي فلسطيني يقتل مواطنين إسرائيليين. أريد أن أوضح سياستنا مرة أخرى، أي شخص يقتل الإسرائيليين، أي شخص يرتكب أعمال إرهابية سيكون في أحد هذه الأماكن، إما السجن أو القبر. هذه هي سياسة الحكومة ونحن ننفذها بثلاث طرق. أولاً، نقوم بمحاسبة الجناة أنفسهم دون استثناء. ثانياً، نؤذي من يقف وراء أعمال الإرهاب والبنية التحتية للإرهاب. ثالثاً، نبادر ونفاجئ، نحدد توقيت أفعالنا. قال وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش إنه لن تتم الموافقة على أي تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية. كانت القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في حكومة نتنياهو سيبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب وضعها السيء واحتمال انهيارها. نقلت القناة عن مصادر أمنية أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث إقامة منطقة صناعية للفلسطينية الفلسطينيين في تراكوميا غرب الخليل. كما تبحث الحكومة الإسرائيلية أيضا تطوير حقل الغاز مارين قبالة شواطئ غزة ومنح السلطة الفلسطينية امتيازات اقتصادية كزيادة أقساط سداد الديون وزيادة ساعات عمل معبر الكرامة وإصدار جوازات سفر بيومترية. وأيضا بحسب المصادر قد تبحث الجلسة أيضا إعادة تصاريح الفي آي بي لكبار المسؤولين والشخصيات في السلطة الفلسطينية التي كانت قد سحبت في يناير الماضي. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. لانا أهلا بك معنا. إذن مزيد من التفاصيل حول ما يسمى خطة إنقاذ إسرائيلية للسلطة الفلسطينية. أهلا بك. يعني صحيح منذ صباح اليوم كان هناك يعني تداول عن الأخبار في الصحف الإسرائيلية تقول بأن حكومة بنيامين نتنياهو تريد أن يعني تعرض أو تناقش خطة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار حسب ما يعني يتم وصفه. وهناك سوف يكون تنازلات يعني اقتصادية أو تنازلات يعني لتسهيل فعليا استمرار السلطة الفلسطينية وعملها في الأراضي الضفة الغربية المحتلة. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي تصريحات أو بيانات من قبل يعني الحكومة الإسرائيلية يعني تشير إلى أي تفاصيل بشأن هذه الخطة. ولكن قبل حتى الحديث عن هذه الخطة، وزير الأمن القومي أتمر بن غفير، نحن نعرف تطرفه ونعرف فعليا يعني قراراته الدائمة ضد الفلسطينيين بشكل خاص، ولكن قد صرح وقال بأنه لن يوافق على أي شيء للسلطة الفلسطينية، ولن فعليا لا تحويل للأموال ولا أي تسهيلات إضافية. وقال أيضا أن
قال ذلك يعني في تغريدة على تويتر، قال أنه سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية. ليس هو فقط، يعني عدد أيضا من الوزراء الإسرائيليين عارضوا فعليا هذا القرار، من بينهم أيضا وزير التراث الإسرائيلي، وقد صرح وقال أنه لا يريد أي سلطة فلسطينية بالأساس، ولا يريد حل الدولتين، وهو يريد أن تنهار السلطة الفلسطينية، لأنه أيضا قال بأن لا يريد أي مؤسسة أمنية في الضفة الغربية، ويجب أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن الضفة الغربية، لأن الأرض هي أرض الإسرائيليين. وبذلك نفهم بأن يعني هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لا تريد بالأساس حل الدولتين، ولا تريد أي تسهيلات لأن تظل السلطة الفلسطينية موجودة. يعني القوة اليهودية ويعني اليهود المتطرفين أو الصهيونيين الذين يتواجدون في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لا يريدون حل الدولتين، ولا يريدون فعليا تواجد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبالتالي تصريحات سموتريتش المتطرفة كما توصف في اعتراضها على هذه الخطة الإسرائيلية لمحاولة إنقاذ السلطة الفلسطينية، هل هذا الاعتراض على كل الخطة أم تفاصيل داخل هذه الخطة؟ على ما يبدو كما تحدثت فعليا أن يعني عدد كبير من المسؤولين والوزراء في هذه الحكومة لا تريد بالأساس سلطة فلسطينية، ولا تريد حل دولتين، بل تريد مصادرة مزيد من الأراضي وبناء فعليا مستوطنات، وأيضا كما تحدثت قبل قليل في النشرة عن تسليح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إضافة لذلك يعني حتى بنيامين نتنياهو قد قال ورد على بن غفير وقال له بأنه لن يتم مناقشة التنازلات المقدمة للسلطة الفلسطينية اليوم، بل سوف يكون هناك نقاش حول موقف الحكومة الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية. وحتى قبل فعليا تنفيذ العملية في جنين، العملية الموسعة التي شهدناها قبل عدة أيام، يعني خرج بنيامين نتنياهو وهو رئيس الوزراء وقد صرح بشكل علني وواضح وقال بأنه يريد تقوية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حتى تقوم بمساعدة إسرائيل بمنع تسليح الفلسطينيين في الضفة الغربية. نعم. والقضاء نعم. على الإرهاب حسب ما يعني قد صرح به. شكرا جزيلا لك يا لنا مراسلة الحدث لنا كلغاسي، كنت معنا من القدس. خرج سكان مخيم جنين يتفقدون الدمار الواسع النطاق الذي خلفه الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذها هذا الأسبوع، حيث دمرت جدران المباني ولحقت أضرار شديدة بالبنية التحتية في المخيم. من جانبه انتقد مبعوث أوروبي إسرائيل لاستخدامها القوة غير المتناسبة خلال عملياتها العسكرية في جنين. يعطيكم العافية. دمروا البيت بالكامل مع سرقة محتويات، مع سرقة مبلغ من المال، دمروا محتويات البيت بالكامل وضاربينه، ما بعرف هم مفجرينه بصواريخ بتنابل، قايمين بتفجير جزء منه. لا يزال الغموض يحيط بمصير الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسيركوف التي اختطفت في بغداد قبل أيام، على الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق بشأن عملية الاختطاف والضغوط التي تمارس على بعض الفصائل المسلحة لمعرفة مصيرها بحسب مصادر أمنية للشرق الأوسط. من جانبها تحدثت مصادر من الحشد الشعبي والأمن الوطني وأعضاء برلمان عن أن اختطاف تسيركوف يهدف إلى الضغط على إسرائيل لحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق يوسف شهبازي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران في يونيو الماضي بتهمة شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص مقابل إطلاق تسيركوف في الأيام المقبلة. هذا وقال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة إن تسيركوف موجودة مع ميليشيا حزب الله في العراق بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. أشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين إيران وإسرائيل
تجرى عبر طرف إقليمي ليس عربي، بينما ردد البعض أن المحادثات تتم بتدخل روسي. في تصريح للحدث نفى حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية الأنباء المتداولة عن صفقة تبادل إسرائيلية إيرانية بوساطة إقليمية غير عربية. أوضح للحدث أن حكومة بلاده تجري تحقيق في قضية اختطاف الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسيركوفا، حيث تكثف الأجهزة الأمنية جهودها بجميع المعلومات. حال اكتمال التحقيقات سيتم الإعلان عن الحقيقة بشفافية. هذه الأخبار التي تظهر هنا وهنالك سواء في وسائل يعني صحفية أو تصريحات إلى آخره، ولكن بالمقابل الأجهزة الاستخبارية تعمل على قدم وساق في عملية التحقيق وجمع المعلومات، وبالتالي في حال اكتمال التحقيقات الخاصة بهذه القضية طبعا ستعرض على السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وطبعا سيتخذ قرار بعملية انه يعني الإعلان عن هذه المعلومات، وكذلك بالمقابل الإفصاح عنها يأتي من الشفافية التي تعمل عليها الحكومة العراقية في مسار عملها. القوات الأمنية العراقية تعمل بشكل متعاون، والتغييرات الأمنية التي أجراها السيد رئيس الوزراء في قيادات الأجهزة الاستخبارية الهدف منها تنشيط العمل الاستخباري والتعاون فيما بينها، وبالتالي واحدة من القضايا المطروحة الآن أمام هذه الأجهزة الاستخبارية والتعاون في حل يعني إشكالية هذه القضية، وكذلك الوصول إلى تقرير كامل لمعلومات متكاملة حول هذا الموضوع. أفادت مصادر الحدث أن السلطات التركية فرضت قيودا مشددة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية بعد أيام من إعلان إعادة العلاقات بين مصر وتركيا. كشفت المصادر أن السلطات التركية شنت حملة مداهمات على عناصر الإخوان المقيمين في تركيا واحتجزت من لا يحمل أوراق رسمية، كما طلبت من 2 من عناصر الجماعة مغادرة أراضيها. أكدت المصادر أن السلطات التركية طالبت عناصر الجماعة بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تغريدات تنتقد مصر. هددت المخالفين لتعليماتها بالترحيل من البلاد. أشارت المصادر إلى أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لنحو 12 عنصرا إخوانيا آخرين، كما بدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من شخصين سبق أن أدرجتهما وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم الإرهاب. من القاهرة ينضم إلينا أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن بعد أيام على إعلان مصر الإعلان رسميا عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقتهما لمستوى السفراء، فرضت تركيا هذه القيود التي أشرنا إليها على جماعة الإخوان، إلى أي مدى تعتبر خطوة من قبل تركيا على طريق الترحيب بهذا التقارب والرغبة في مزيد من التقارب مع مصر؟ مساء الخير أستاذة ضحى. بكل تأكيد ما حدث هو أحد المطالب المصرية، تعلمين تماما أنه على مدار عامين في اللجنة الاستكشافية قبل وحتى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا رجب أردوغان في الأول من نوفمبر من العام الماضي في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم، أعتقد أنه كان هناك قطع شوطا فيما يتعلق بقضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية على مستوى التطبيع الثنائي، ثم على مستوى أيضا بحث القضايا الخلافية في المقام الأول كجماعة الإخوان، وعدم توفير أي دعم أو غطاء سياسي أو حتى إقامة لهم في تركيا في المرحلة القادمة، وهذا ما وفت به تركيا طيلة الأشهر الماضية، حتى أنه بعد لقاء الزعيمين أو الرئيسين تم تكثيف الاتصالات وأيضا اجتماعات في القاهرة وفي أنقرة بشكل غير معلن على مستوى الأجهزة الأمنية وأيضا الدبلوماسية، وتم قطع شوط كبيرا، حتى أنك بالفعل كما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في الأيام الماضية
تم تسوية كل الخلافات. أنا في تقديري هناك بعض القضايا ما زالت معلقة، لكنها إلى حد ما حصلت فيها القاهرة على تعهدات كاملة أنها من الآن وحتى نهاية هذا العام سيكون إغلاق لهذه القضايا، منها ملف جماعة الإخوان، أي سحب الغطاء السياسي الكامل، وإمكانية أن يكون هناك طي لارتباط التركي بجماعة الإخوان في المرحلة القادمة بتعهدات تركيا للجانب المصري، وأن هذا الأمر. أستاذ أشرف، هناك من يستبعد كثيرا، يعني هناك من يرى أن هذه الخطوات رغبة من تركيا في فعلا تحقيق تقارب مع مصر، ولكن هناك من يستبعد بشكل كبير أن فعلا تقطع تركيا علاقاتها مع الإخوان التي لطالما دعمتهم في السابق. لا أخفيك سرا، عندما دقت أنقرة أبواب القاهرة قبل حتى اللجان الاستكشافية على مستوى نائبي وزير الخارجية في كلا البلدين في شهر مايو من العام 21، كان هناك مطلب رئيسي قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية علنية، كان هناك مفاوضات على مستوى أجهزة الأمن والأمن القومي بين البلدين. كان الشرط الأول للقاهرة هل سيكون هناك فصل جديد في محور العلاقات المصرية التركية. وزير الخارجية الحالي كان رئيس استخبارات تركيا في ذلك الوقت، حسب المعطيات أعطى للقاهرة ضمانات أننا بالفعل عندما نقطع شوطا في إمكانية تسهيل العلاقات المصرية التركية ونقطع كثير من بعض النجاحات في على مسيرة تطبيع العلاقات الثنائية، سيكون هناك التزام بالوفاء بالتعهد التركي. وهذا ما حصلت عليه القاهرة قبل إعلان عودة السفيرين وحتى خلال زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى تركيا في شهر رمضان الماضي، عندما قالوا أعلن أن العلاقات ستعلن عن عودة العلاقات ستعلن عن طريق الرئيسين والزعيمين في الوقت المناسب، وأن هذا سوف يكون بعد انتخابات الرئاسة التركية. وهذا ما هذه النقطة جدول المرسوم بين القيرتين. في هذه النقطة التي تشير إليها. في هذا الشأن. في هذه النقطة التي تشير إليها أستاذ أشرف، إلى أي مدى الخطوات التي اتخذتها تركيا تدعم يعني اقتراب ورغبة تركيا أيضا في هذا اللقاء بين الرئيسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان؟ من حيث المبدأ هناك توافق كامل واتصالات تجرى عبر القنوات السياسية والدبلوماسية على عقد اللقاء في المرحلة القادمة. حتى هذه اللحظة حسب كثير المعطيات المتوفرة لدي لم يحدد المكان. بعض الصحافة التركية قالت في الأيام الماضية أنه سيكون يوم 27 من هذا الشهر في أنقرة، لكن حسب المعلومات الرئيس السيسي سوف يكون مشارك من 27 ل 28 في القمة العربية القمة الإفريقية الروسية، كما أنه سيشارك في المنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقي في بطرسبورغ في روسيا، وبالتالي سيتعذر عليه أن يكون هناك يوم 27 داخل الأراضي التركية، وبالتالي هذا موعد مضروب غير حقيقي حتى هذه اللحظة، بالإضافة لأنه ما زال يجرى التنسيق على أن يكون اللقاء إما في القاهرة أو إما أن يكون في تركيا أو أنقرة تحديدا. أنقرة ترى أنه من سعى إلى قطع العلاقات ومن سعى لتأزيم العلاقات منذ البداية في عام 2013 وهو الجانب التركي عليه أن ينهي هذه المأساة بأن يكون لديه زيارة للقاهرة، وأعتقد القاهرة ما زالت تفضل أن يكون هناك رحلة أو زيارة لأردوغان للقاهرة في المرحلة القادمة باعتبار أنه من سعى إلى تطبيع مع مصر في عودة العلاقات على المستوى الثنائي، وبالتالي مسألة التوقيت والمكان لم يتم حسمهما حتى هذه اللحظة، لكن كل ما حصل عليه القاهرة من ضمانات بشأن جماعة الإخوان وإمكانية التعاطي وفك الارتباط من حتى نهاية هذا العام بما فيها أيضا حل كثير من الإشكالات المتعلقة بشرق منطقة البحر المتوسط، وأيضا فيما يتعلق بالأزمة القلبية وإمكانية تعاون مصري تركي في حل حالة كثير من بعض الخلافات وتقريب وجهات النظر بشأن إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، هذا ما يتم العمل عليه، وقد تم قطع شوط كبير في هذا الأمر، لكن بالفعل هناك بعض القضايا ما زالت عالقة أقربها شرق المتوسط، لأن أنقرة راغبة في توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر، والقارة تريد أن يكون هذا الأمر يؤخذ بكثير من الهدوء وبشكل تدريجي، لأن لديها ارتباطات مع كل من أنقرة ومع كل من قبرص واليونان، وبالتالي تريد أن يكون لديها درجة كبيرة من التنسيق مع الطرفين القبرص واليونان قبل الإقدام على الخطوة مع الجانب التركي. شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام، كنت معنا من القاهرة. وأقرت كييف بمسؤوليتها عن الهجوم على جسر القرم في أكتوبر الماضي. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنا ماليار على تيليجرام إن أوكرانيا هاجمت جسر القرم مسببة تعطيل اللوجستيات لدى الروس. هذا وكان رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك اعترف مسبقا بشكل غير مباشر بمسؤولية الأجهزة الأمنية الأوكرانية عن الهجوم على جسر القرم.
في رد فعل الجانب الروسي على الإقرار الأوكراني، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الإقرار الأوكراني باستهداف جسر القرم يؤكد طبيعة العمليات الإرهابية لسلطات كييف، على حد قولها متهمة أوكرانيا أيضا بإلحاق ضرر ممنهج على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية يعني عزمها استمرار الحرب في أوكرانيا وتعقيدها. أشار كنعاني إلى أن الخطوة الأمريكية نموذج آخر للإجراءات الأمريكية المزعزعة للاستقرار، كما أن تصدير الأسلحة يسهم في المزيد من المجازر والدمار على حد تعبيره. وكانت إدارة البيت الأبيض أعلنت رسميا أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية من البنتاغون. كشف صحيفة بيزنس إنسايدر عن قائمة اتصالات لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية. الصحيفة الأمريكية أوضحت أن قائمة بريغوجين مع المسؤولين الروس تمتد إلى عقد من الزمن، أشار إلى وجود 17824 اتصالا على مدى 10 سنوات حتى نهاية نوفمبر 2021، كاشفة عن لقاء بريغوجين ببوتين ووزراء آخرين بإحدى القواعد العسكرية عام 2015 ولقاء آخر في 2018. كما أجرى بريغوجين 14 اتصالا مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. أيضا بزنس إنسايدر قالت إن قائد فاغنر أجرى 33 مكالمة مع أليكسي ديومين أحد حراس بوتين الشخصيين السابقين وحاكم منطقة تولا حاليا. أكدت الصحيفة الأمريكية عقد بريغوجين اجتماعات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قبل بدء الخلاف. أضافت أنه رغم عمليات التمرد ضد الكرملين إلا أن بريغوجين حافظ على اتصالات منتظمة مع القادة العسكريين وحكام المناطق. قالت الصحيفة إن قائمة اتصالات قائد فاغنر مع المسؤولين العسكريين والحكوميين تصعب على بوتين عملية التطهير. كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن اجتماعها بالجانب الصيني أحرز بعضا من التقدم في مناقشة الاهتمامات المشتركة للحصول على علاقة اقتصادية صحية بين البلدين. أتيحت لنا الفرصة خلال هذه الاجتماعات لمناقشة الاهتمامات والتعهد بالحفاظ على انفتاح اتصالاتنا، ولذلك أعتقد أحرزنا بعضا من التقدم، كما أعتقد باستطاعتنا الحصول على علاقة اقتصادية صحية تعود بالفائدة على كل منا وعلى العالم، ونحن ندرك الاهتمامات المشتركة حتى عند اتخاذ خطوات الأمن القومي. أصبحت فكرة شراء سيارة ولو مستعملة بالنسبة للسواد الأعظم من السوريين أمر صعب التحقق بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعارها. شهد سوريا مؤخرا مزيدا من الارتفاع في أسعار مختلف السلع في أشد موجة غلاء منذ بدء الحرب عام 2011، وفي ظل الحرب والعقوبات الدولية تراجعت بشدة قيمة العملة المحلية حتى بات مبلغ 9500 ليرة سورية يعادل دولار واحد. يدخل هذا العامل رأسه إلى داخل السيارة بعد أن فك إطارها بحذر، ثم يحاول أن يرفعها رويداً رويداً عبر آلة حديدية ليعرف عطلها. فالسيارات في سوريا ولو كانت متهالكة وتمشي بالكاد باتت عملة نادرة. السيارات الحديثة غالية كثير وما مقدور بأي مواطن أنه يحويها يعني، فمضطر اليوم مثل هي ثمن هي السيارة بيشتري لنا سيارة موديل سنتا بالدول المجاورة عن فرق العملة يعني. حلم من أحلام السوري شراء سيارة يعود صنعها لما بعد عام 2000، أمر قد يحتاج إلى أموال تساوي وزنها. قطع السيارات صعب صار، ما مثل قبل صارت انه مثلا نطلب مثلا بنستورد قطعة بتجينا فورا، صارت صعوبة بجيبتها، طبعا سبب الصعوبة الغلا، القطعة غالية كثير صارت استيرادها صعبة. سبب ارتفاع السيارات بسوريا هو عدم الاستيراد. ما في استيراد سيارات بدها تضل تغلى السيارة. قيود كبيرة فرضت على قطاع السيارات الحديثة والمستعملة في سوريا، إضافة إلى تحليق أسعارها في سماء البلاد عاليا. أما قطع التبديل هذا
فقد مر عليها زمن وهي تنتظر من يشتريها مدركا انهيار عملة البلاد أمام الدولار أو من ضحك له الحظ وربح ورقة يا نصيب. هلا العلي الحدث. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الجيش السوداني ينفي قصف أم درمان ويتهم قوات الدعم السريع بالتضليل لتغطية انتهاكاتها. قبل يوم من الاجتماع السودان يوقف تعاونه مع مبادرة إيجاد وإريتريا تصف المبادرات بالبزارات. بعد 3 أيام على فرارهم القوات الخاصة الأردنية تقتل إرهابيين على صلة بمقتل ضابط ورجال أمن. مجلس النواب الليبي يناقش غدا قانون الانتخابات وتأكيد تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة للإشراف على الانتخابات. ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.